أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0410305091. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله، ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرليه دبابة، موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية زيرو بالكامل، لا يوجد فيها دهان نهائي. العربية الموتور بتاع العربية سليم وآلات الجر كمان. العربية فيها عداد شرعي 100,000 كيلو فقط، وده يدل ان العربية كانت مركونة ومش شغالة. العربية تعتبر كسر زيرو. العربية مرور البحيرة، العربية مش عايزة جنيه مصروف على الشغل على طول، وزي ما قلت لحضراتكم العربية كانت مركونة، العربية تعتبر كسر زيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة، موديل العربية 2008 سعرها 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-90-89-1507. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-90-89-1507. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.